أشليال ما إيمال أنتو صناعي تمزيغ تكنولا تزوري تسكلا تبت الاحتفال بمناسبة السنة الأمازيغية 2970 ومن جهتي تنحاولوا باش نبرزوا اللباس التقليدي الأمازيغي نبرزوه يكون يستعمل لباس يومي يتلبس في مدارس في مكاتب يكون متداول يومي وبهذه المناسبة تنحيي جميع الأمازيغ من الشمال للجنوب بعد السنة الجديدة ونتمناو تدخل علينا بالصحة والسلامة وبهذه المناسبة نمرزو تقاليد ما نساوهم باش ولادنا حتى هما يتشبتوا بهم ويعرفوا الجذور ديالهم وراه العرق الأمازيغي واحد العرق زعما عنده جذور متعمقة كبيرة ديالي حتى أنايا حاولت نبرز بعض الابتكارات ديالي مشتقين من اللمسة الأمازيغية ومن الهندسة ديالها ومن لوشام ومن الحيلي باش نحاول نبرزهم اللباس اليومي هذا هو الغرض ديالنا من هذا الاحتفال ومن هذا الديفيلي اللي دايرينه لا أنا لا صحابتي العارضات نتمنى التوفيق للجميع وسنة سعيدة للجميع والتوفيق إن شاء الله.